السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام. الأسوأ من الوجع هو شخص يسيء الظن بك ولا يعلم ما فعلته لأجله. وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع داتشي وهو بيلعب كورة مع زمايله بالمدرسة، لكن بيصاب إصابة قوية بتمنعه من لعب الكورة تاني. أما إيشاكوا والد داتشي بيشتغل مهندس ديكور وبيكون في المكتب ومعاه عملاء بيطلبوا منه تصميمات معينة لبيتهم، فبيقول لهم إيشاكوا إن مساحة بيتهم زي مساحة بيته وبياخدهم لبيته لأنه قريب من مكتبه علشان يشوفوا تصميمه. وبيدخلوا البيت فبيعجبوا بالمطبخ المفتوح وبيطلعوا يتفرجوا على أوضة داتشي، لكنه اتضايق لما تفاجئ بدخولهم. ولما العميل شاف الكورة بيسأل داتشي إن كان بيلعب كورة، فبيرد إيشاكوا عليه وبيقوله إنه بيلعب كتير بس ركبته مصابة دلوقتي. وبيروحوا لأوضة أخته ميابي وبيعجبوا بالأوضة، وكانت ميابي بتعاملهم بلطف فبيتبسط منها باباها. وبالليل بيتجمعوا على العشاء وبيعاتب إيشاكوا داتشي لأنه ما استقبلش الضيوف كويس. فقال له داتشي إنه اتضايق بدخول غرباء لأوضته، لكن أخته ميابي بتقوله إنهم كان لازم يستقبلوهم كويس علشان يساعدوا باباهم في شغله، لأنه لو خسر شغله مش هيقدروا يدخلوا الجامعة. لكن داتشي ما كانش حتى مهتم بالجامعة، فقال له بابا لو مش هتقدر تعمل حاجة وانت في السن ده مش هتقدر تحقق حاجة لما تكبر، وإنه دلوقتي يقدر يغير مستقبله للأحسن. لكن بيتعصب داتشي وبيرجع لأوضته، وهنا زوجته كيومي بتقوله إنه كان لازم يسأل على الكدمات اللي في وشه ويطمن عليه، لكن بينفر إيشاكوا وبيقول إنه أكيد حصل حاجة سببت له الكدمات دي. وهنا بتقول أخته ميابي إن صاحب داتشي قال له من أيام اقتل أو تقتل، فبتسألها مامتها عن صاحبه اللي قال له الكلام ده، لكنها ما كانتش تعرف فبيستغربوا من كلامها. وتاني يوم الصبح بيخرج داتشي وميابي للمدرسة، وبيتجاهل داتشي باباه لأنه لسه متضايق. أما كيومي وهي بتنظف أوضة داتشي بتلاقي في السلة غلاف سكين، فبتخاف وبتنزل توريها لباباها، فبيقلق وبيطلع يفتش في مكتب داتشي وبيلاقي السكين، فبيستناه لما بيرجع البيت وسأله عن السكين، فقال له داتشي إنه بيستخدمها في حاجات كتير عادية، لكن ما بيقتنعش باباه وبيشك إن الكدمات اللي في وشه لها علاقة بالموضوع، وبياخد السكين وبيخبيها بصندوق في مكتبه. وتاني يوم الصبح بيسأل إيشاكوا كيومي عن داتشي، فقالت له إن لسه مرجعش وما كانش في البيت بالليل، فبيتضايق جدا وبيتعصب، فبتكلمه مامته على الإنترنت وبتقول له إنه اتأخر جدا ولازم يرجع للبيت، فقال لها إنه مش هيقدر يرجع دلوقتي وبيقول لها ما تقلقش عليه، فبتتصل بيه لكنها بتلاقي موبايله اتقفل، فبتبعت له رسالة وبتقول له إنها قلقانة وعايزة تكلمه. وبترجع ميابي للبيت تعبانه من مجهود اليوم، وبتتفاجئ لما بتعرف من مامتها ان داتشي لسه مرجعش. وبالليل وهما بيتعشوا بتكون كيومي قلقانه وبتحاول تكلم داتشي، فبتلاقي موبايله لسه مقفول، وبيسمعوا صوت الشرطه فبيقلقوا عليه، وبيروح إيشاكوا يكمل شغل الديكورات، وبيبص على الساعه فبيلاقي ان الوقت اتاخر وداتشي لسه مرجعش. وبتتصل ماما كيومي عشان تطمن على داتشي، وبتقول لهم يفتحوا التلفزيون فبيلاقوا ان في حادثه عربيه حصلت، وان الشرطه لما راحت مكان الحادثه لقوا جثه شاب ملفوفه بغطا بلاستيك ومحطوطة في شنطة العربية. ولما الشرطة سألت شهود عن الحادث قالوا إنهم تقريبا طلاب ثانوي، وإن في شابين هربوا عن طريق النهر، وبيلاقوا إن الجثة تعرضت لطعنات كتير، فبيبان القلق على عيلة داتشي، وبتخاف مامته لا يكون ليه علاقة بالحادث أو حصل له مكروه، فبيتصل إيشاكوا بالشرطة عشان يبلغ عن اختفاء ابنه. وتاني يوم الصبح بيخرج إيشاكوا يجيب الجرايد عشان يعرف الأخبار، وبيلاقي مكتوب عن الحادث وإن داتشي ملوش علاقة بالحادث، فبيقرر إنه هيعنف داتشي لما يرجع. لكن ميابي بتشوف صورة الشاب الحادثة وبتحس انها عارفاه، وبتقول ان ممكن يكون صاحب داتشي لانه في مره وهو بيتكلم في التليفون ذكر اسم يوشي هيكيو، وبيرن جرس الباب وبتكون الشرطه، وبيدخلوا وبيستفسروا عن غياب داتشي. وبتقول كيومي انها شافته خارج بالليل لكنها ما تعرفش هو كان خارج فين ولا مع مين، فبتقول لهم الشرطه ان الضحيه اسمه يوشي هيكيو، وانهم اكتشفوا انه كان مع اصحابه يوم الحادث، وان داتشي واحد منهم، وان هو واصحابه اختفوا في نفس الليله. فبيقلق إيشاكوا وبيقول لهم هو داتشي متورط في القضيه، لكنهم بيقولوا له مش عارفين لكن اكيد يعرف حاجه عن القضيه، وبيسالوهم عن سلوكه الفتره الاخيره، فبيرتبكوا وبيقولوا انه كان عادي. فالشرطيه طلبت تعرف رقم داتشي، وكان واضع على كيومي الخوف والقلق. وبيخرج إيشاكوا وميابي بالعربيه، وبيجي شاب يرن الجرس وبيقول ان اسمه نايتو وانه صحفي، وبيدي كيومي الكارت الشخصي بتاعه وبيطلب منها صور ليوشي هيكيو. فبتحاول كيومي تقفل الباب ولكنه بيمنعها وبيقول لها انه يعرف معلومات مهمه، وان ثلاث شباب من بينهم داتشي هربوا بعد الحادثه، بس هي بتقول له ان الصحافه قالوا انهم اتنين بس اللي هربوا، فبيقول لها في واحد كمان مرتبط بالقضيه.
وفي المدرسة ميابي بتشوف زمايلها بيتكلموا عن القضية، فبتتضايق جداً وبيوصل إيشاكوا لموقع الشغل وبيقول له زميله إن الشاب اللي مات في الحادثة هو حفيد هانازوكا، وإن الشرطة طلبت من هانازوكا وبنته يتعرفوا على الضحية، وبيروحوا بيلاقوا إن في جروح كتيرة وواضح إنه تعذب قبل ما يموت، فبيتصدموا الجد والأم وما بيقدروش يمسكوا نفسهم من البكاء والحزن. وبتروح كيوم المدرسة وبتسأل زمايله لو حد يعرف مكانه، لكنهم مش بيكونوا عارفين، وبيبقى في بنت شايفة كيومي ومركزة معاها وواضع عليها تعرف داتشي كويس. وبيوصل إيشاكوا البيت وبيتفاجئ بوجود صحفيين كتير وبيسألوه عن داتشي، لكنه ما بيردش وبيدخل البيت وبيتضايق وبيقفل الستاير. فبتبلغوا كيومي إن في صحفي جه هنا وقال إن داتشي يبقى صديق الضحية، فبيتعصب إيشاكوا لإنها اتكلمت مع حد غريب، وبيرن التليفون وكان آبي. جارتهم بتطلب منهم يخلوا الصحفيين يحركوا عربيتهم، وبيطلع عشان يقول لهم كده وبينزعج منهم، وبيلاقي البنت زميلة داتشي وبيروح يقعد معاها، وبتقول له إن اسمها يازوكا وإنها قلقانة على داتشي، وبتقول له انها كانت بتتفرج على الماتش اللي اتصاب فيه وكانت بتصوره، وان اللي اصابه كان متعمد، وانها سمعت الطالب اللي اذاه وهو بيقول ان داتشي مغرور عشان كده تعمد اصابته. وبتقول يزوكا ان الطالب ده اتعرض للضرب ورجله اتكسرت، وبتقول له ان داتشي مستحيل يعمل كده، وبتهتم الصحافه والتلفزيون بالقضيه وبيطالبوا الشرطه انهم يمسكوا الجناه. وبتروح الشرطة لبيت إيشاكوا وبيكون إيشاكوا منزعج منهم لأن الشائعات بتزيد وده بيسبب لهم مشاكل كتير، لكن الشرطي بيسأله قبل الحادثة شفت مع ابنك سكين؟ بيقلق إيشاكوا وبيقول لهم أيوة شفتها في مكتبه وخبتها منه، وبتمشي الشرطة. وبيكون الصحفيين برا البيت كتير، وتاني يوم الصبح بيخرج إيشاكوا وميابي بصعوبة بسبب وجود الصحفيين، وبتكون جدة داتشي وبتحاول تهون على بنتها كيومي. وبيوصل إيشاكوا لمكان شغله ولكن زميله بياخده بعيد عن الناس وبيعنفه وبيقول له سمعت إن ابنك هو اللي خطف يوشيهيكيو وقتله واننا مش هنقدر نكمل شغل مع بعض تاني. وبيرجع إيشاكوا للبيت وبيلاقي حماته فبيسلم عليها وبيروح يتكلم مع كيومي، لكنها ما كانتش مهتمه باي شيء غير ان ابنها يرجع حي. وبيتصل الصحفي بكيومي بيقول لها انه يعرف تفاصيل هي ما تعرفهاش، فبتترجى كيومي يحكي لها اللي يعرفه، فبيوافق بشرط انها تعمل معاه مقابله بعد حل القضيه سواء كان داتشي القاتل او الضحيه، فبتوافق كيومي. وبيعرفها ان القاتل الرئيسي هو شيوما وعنده 17 سنه وانه ساب المدرسه من 6 شهور واستخدم عربية زميله في الجريمة. فسألته عن الشاب التاني اللي هرب، فقال لها انه ما يعرفش لان الشاب التاني وداتشي شبه بعض وبيظن ان داتشي مش ضحيه وهيكون هو الجاني. فبتتأثر كيومي وبتخاف على ابنها وبيسألها بعد كل اللي عرفته لسه بتتمني ان داتشي يكون عايش؟ وبيتصل العميل اللي كان عايز إيشاكوا يصمم له البيت وبيعتذر له انه مش هيكمل معاه وبيقفل التليفون في وشه. فبيتأثر إيشاكوا وبيتضايق وبيروح للصندوق اللي كان مخبي فيه السكين وبيتفاجئ ان السكين مش موجود، فبيتصل بصديقه أوموميتو وبيسأله لو شاف السكين، لكن صديقه بيقول له ان داتشي اخدها من 4 ايام. فبيتصدم إيشاكوا وبيتأكد ان ابنه يبقى القاتل وبيحزن جدا. وبيبلغ الصحفي كيومي انهم قبضوا على شيوما وبيقول لها انه بمجرد ما يتم الاستجواب هيبقى سهل انهم يلاقوا داتشي. وفي التلفزيون بيظهر خبر انهم قبضوا على شاب ولكن لسه في شاب تاني هربان، فبتقول كيومي انه مش داتشي وده القاتل وانها هتروح تجيب اكل لداتشي عشان لما يقبضوا عليه تبقى محضره له اكل، لكن إيشاكوا بيقول لها ان داتشي اخد السكين اللي خباها منه، فبتتصدم وبتمشي وبتسيبه وبتروح البقاله عشان تجيب اكل لداتشي. وهي خارجه بتقابل زميلاته بيقولوا لها انه مش القاتل اكيد وإنهم ممكن يروحوا للشرطة ويشهدوا، فبتشكرهم كيومي على إحساسهم وكلامهم وبتمشي. وبتفتكر آخر مرة شافت داتشي وإنها ممكن تكون المرة الأخيرة وبتبكي من حزنها وخوفها عليه. وبينقل الإعلام جنازة يوشيهيكيو وإن الشرطة بدأت في استجواب الشاب اللي اتقبض عليه. وفي البيت بتكون كيومي مع إيشاكوا وبتحضر أكل لداتشي ولسه عندها أمل إنه يبقى كويس. وتاني يوم الصبح بترجع ميابي من المدرسة بدري وكيومي بتقول لها إنها هتروح معاها وتتكلم مع المدرس، فبتقول لها ميابي إنها مش هتروح بكرة وبتطلع لأوضتها وهي متضايقة، فبيطلع وراها باباها وبيطلب منها الدخول ولكنها بترفض. بيروح لأوضة داتشي وبيفتح شنطته وبيلاقي فيها كتاب طبي عن إعادة التأهيل وبيقلب فيه عشان يلاقي ورقة بخط ابنه مكتوب عليها لو مش هتقدر تعمل حاجة وانت في السن ده مش هتقدر تحقق حاجة لما تكبر، ودي الجملة اللي كان بابا قالها له وكان واضح إن داتشي اتأثر بيها. فبيقلق إيشاكوا وبيدور في مكتب داتشي وبيلاقي علبة خضراء فيها السكين، فبيتصدم إيشاكوا وبيحس إنه ظلم ابنه لما شك فيه وبيبان عليه الندم والحزن،
وبيقرر إيشاكوا إنه يروح جنازة يوشيهيكيو، وبيقول لكيومي إن السكينة في مكتب داتشي وأكيد مش هو القاتل. وبيوصل إيشاكوا الجنازة والصحفيين بيستغربوا حضوره، وبيحاول الأمن يخرجه برا لكنه بيقاومهم وبيطلب منهم إنه يدخل ويدعيله بالرحمة بالنيابة عن داتشي. لكن عائلة يوشيهيكيو بينفعلوا عليه وبيطردوه، فبيتوسل لهم إيشاكوا إن ابنه مش هو القاتل، ولكن الراجل بيفقد أعصابه وبيضرب إيشاكوا. بس إيشاكوا بيكون متأكد من براءة داتشي. بيجري إيشاكوا لحد ما بيوصل لكيومي وبتكون واقفة مع الشرطة، وواضح إن الشرطة لقت داتشي، فبيدخلوا وهم قلقانين وبيكون في جثة متغطية، ولما كشفوا عنها بيتضح إن داتشي هو الضحية. فبينصدموا كلهم وبينهاروا تماما، وهم مش مصدقين اللي شايفينه، وبيبصوا له باباه بنظره كلها ندم كانه عايز يقول له انه ظلمه وشك فيه. وبيقعد بعد كده إيشاكوا وكيومي مع الشرطه عشان يعرفوا اللي حصل، وبيقول لهم الشرطي ان الموضوع بدا لما زميلهم الكبير هوتا تعمد اصابه داتشي في المباراه. فاتفق يوشيهيكي وصاحب داتشي مع شابين تانيين عشان يضربوا هوتا اللي اصاب داتشي وينتقم منه، لكن الشابين كان كل هدفهم انهم يسرقوا الفلوس تحت التهديد. ولما لقى يوشيهيكي هوتا مش خايف ولا ندمان، فقد أعصابه وضربه بعنف وأذى، فاستعان هوتا بمجرمين وطلبوا من يوشيهيكي والشابين مبلغ 500,000 كتعويض، ولكن الشابين رموا المسؤولية كلها على يوشيهيكي. وراح يوشيهيكي لداتشي وحكاله على كل اللي حصل، فقالوا إنهم طلبوا منه يسرق أو هيقتلوه، فراح معاه داتشي للشابين واعترض إنهم يدفعوا، ولكن الشابين كانوا عايزين الفلوس فضربوا داتشي، وده كان سبب الكدمات اللي كانت في وشه في البداية. وبعد أيام طلبوا الشابين من يوشيهيكيو إنهم يقابلوه، فراح يقابلهم ومعاه داتشي، وحاول داتشي يحل الأمور ويوقف المشاكل اللي بتحصل، لكن الشابين كانوا خايفين من المجرمين، ولما رفض يوشيهيكيو يسرق اتضايق منه الشابين وحصل قتال بينهم. ولما حاول داتشي يدافع عن صاحبه ضربوه بأداة حادة لحد ما توفى، وقتلوا بعدها يوشيهيكيو. وبيكمل الشرطي كلامه وبيقول لهم ان وقت الوفاه كان يوم الحد، وان الشخص اللي بعت الرساله لكيومي كان الشاب اللي قتله، وبيقول لهم الشرطي ان ابنهم كان شاب طيب وقوي وكان بيحاول ما يسببش المشاكل ليكم، فحاول يحل مشكلته بنفسه. فبيتاثر إيشاكوا وبينهار هو وكيومي على فراق ابنهم. وتاني يوم بيودعوا داتشي بجنازه حضرها الجميع وسط حزن وقهر من عيلته، وبتوصل عيله يوشيهيكيو للجنازه وبيعتذروا لإيشاكوا وبيعبروا عن ندمهم لانهم عرفوا ان داتشي كان بيحاول يساعد ابنهم، وبيودعوا داتشي كلهم بحزن ونظرات وداع حزينة من عيلته. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك وفعل الجرس عشان توصلك كل ملخصات HD فيلم.